هلو هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ ايه وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. النهارده الفيديو جديد واول مره نعمل فكره زي دي عندنا على القناه، بس انتم عارفين يا جماعه حبي للتجارب وان انا ماشيه اجرب اي حاجه في الحياه دي وبشاركها معاكم عشان كلنا نستفيد من التجارب دي. فالصراحه النهارده جات لي فكره حلوه جدا وممكن تكون بدايه لسلسله جديده، لو انتم حبيتوها اكتبوا لي تحت في التعليقات واضغطوا لايك للفيديو ده، يلا نوصل 15000 لايك. النهارده مش اي تجربه، لان النهارده هنجرب منتج ترند جدا جدا، الاير فراير او القلايه الهوائيه. بس مش هتكون تجربة ليها لوحدها، هنحط معاها في الاختبار الفراينج مات، وهنحطهم هما الاثنين في اختبار مع القلي العادي. ولان طبعا انتم عارفين تجربنا مش اي تجارب، ولازم علشان نطلع بالحكم النهائي نحطهم في اختبارات قاسية جدا، فهيكون التقييم من 5 نقط على 3 جولات. خلوني اوضح لكم التقييم هيكون على هل الاكل ده صحي ولا لا، السعر مقابل الشيء اللي احنا بناخده، الطعم والقرمشة، لان طبعا ما ينفعش قلية من غير قرمشة، واخر حاجة الوقت. وعلشان يكون التقييم حقيقي واقعي هنجربه على 3 جولات. اول جولة هتكون على الفراي، طبعا ما ينفعش نجيب سيرة اي حاجة مقلية من غير ما نتكلم عن البطاطس. وتاني حاجة ونصعبها شوية، وهي الشيكن تندرز، صدور الفراخ اللي بتكون بالبقسماط او البانيه او واتيفر ايه. وانا تحديدا اخترت النوع ده علشان تكون المنافسه عادله، لان ده ما فيهوش اي زيوت ابدا، علشان الانواع اللي بتكون جاهزه بيكون فيها زيت، فممكن ان الزيت اللي جواه هو اللي يخليه يتحمر، فاهمين قصدي؟ لا احنا مركزين في التفاصيل. واخر حاجه وهي حرفيا ليفل الوحش، وهو البوفتيك. اصلا يا جماعه البوفتيك صعب في اليته في الزيت، فالصراحه حاسه ان ده هيكون اختبار تريكي وقاسي جدا للفراين مات والاير فراير، علشان هو البوفتيك صعب، احنا اتعلمنا كده. فاول حاجه وهي الاير فراير واللي هنستخدمها النهارده بتاعتي منتي فان، وتاني حاجه وهي الفراين مات. من الاخر هي نفس فكرة الاير فراير بالظبط، وتوزيع الهواء السخن للقلية ولكن في الفرن. اخر حاجة طبعا وهو الزيت العادي. فنبتدي في الاول كده الاير فراير والفراين مات يكسبوا معانا وياخدوا بوينت لانهم اكتر حاجة صحية، طبعا الديب فراينج او بالزيت لا. وبالنسبة للسعر، الاير فراير كان سعرها 2500 جنيه، والفراين مات كان سعرها 25 جنيه، وازازه الزيت سعرها 20 جنيه. من غير تفكير طبعا اكتر حاجه تكسب هي الفراين مات بالنسبه للاير فراير، وكمان بالنسبه للزيت لان دي بتشتروها مره واحده بس 25 جنيه، ازازه الزيت الواحده بتضطروا ان انتوا تكرروها مع كل قليه ب 20 جنيه. بس عشان ده موجود في المقارنه فهندي لدي بوينت ودي نص بوينت بس. ومن غير كده اكتر كده يلا بينا على المطبخ ونبتدي الجولات بتاعتنا علشان نشوف الطعم والقرمشه والوقت، ونحدد في الاخر خالص مين من الثلاثه يستحق انكم تشتروه. اول حاجه وهي الاير فراير، وهحط فيها شويه بطاطس كده، وبعد كده هرش عليها شويه زيت من السبراي. ودلوقتي هنظبطها على 10 دقايق علشان احنا مش حاطين بطاطس كتير، وكمان البطاطس اللي انا جايباها اللي هي الشيب الرفيع زي بتاعه ماكدونالدز. وبكده ابتدت، شايفين اصلا جوه في دراع كده معاها هو بيقعد يقلبها، فمش هتحتاج مني اي وقت ولا اي مجهود، بس ان انا دخلت الحاجه وظبطت التايمر. والاير فراير معاها التايمر بتاعها، فهي اخذت مننا حرفيا 10 دقائق بس علشان نعملها من وقت ما دخلنا المطبخ. فالفراينج مات والديب فراينج بالزيت هنستخدم الستوب ووتش علشان نقدر نحدد بالظبط الوقت اللي اخذوه. يلا بينا. جاهزين؟ اوكي. اول حاجه هنا انا حطيت البطاطس كده شويه على الفراينج مات، وبرش عليها برده شويه زيت، برش بالمناسبه مش كتير لان البخاخ ده ما بيطلعش كتير قوي. ودلوقتي هندخلها الفرن ونشغل المروحه في الفرن، وفي نفس الوقت انا حاطه الزيت على النار مستنيه ان هو يسخن. فبجد البروسيس بتاعه الطاسه لحد دلوقتي اكتر حاجه بتاخد وقت، ان احنا ما ابتديناش في القليه. اوكي يا جماعه انا بجد عماله اتوتر، وابتديت احس ان انا في مسابقه قوي، وعماله بقى ابص من هنا لهنا لهنا، مش متخيله ايه اللي ممكن يكسب. حاسه ان المنافسه قويه جدا ما بين الفراين مات والاير فراير. الصراحه الزيت من دلوقتي حاسه انه هيخسر جدا في حته الوقت، وهو اوريدي كان خسران في حته الصحه، فلسه هنشوف القرمشه، لان حاسه كده ان حته الفرن دي ممكن تطلع الاكل بيقرمش قوي، فخلونا نشوف. اكتبوا لي تحت دلوقتي توقعاتكم وتعليقاتكم،
واعتقد انا ابتديت اسمع صوت الزيت، فهروح دلوقتي عشان نحط البطاطس بتاعتنا ونقارن ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي في الطعم والقرمشه والوقت. حاسبه واخيرا هندوق ونجرب. اول حاجه ده شكل البطاطس في الاير فراير، صراحه شكلها قريب جدا من البطاطس اللي كانت معموله في الزيت، بس البطاطس اللي معموله في فرن شكلها مختلف شويه. كل الوقت هتتصدموا معايا ان كنت فاكره ان الزيت هياخد اكبر وقت، بس حرفيا اول ما نزلوا الزيت على طول اتحمروا وطلعوا. وقت بالظبط كان 5 دقايق 55 ثانيه. فراير لما خلصت ال 10 دقايق بتاعتها لقيت انها محتاجه تاني، فزودت لها 5 مينتس يعني اخذت 15 دقيقه، والبطاطس اللي في الفرن اخذت 18 دقيقه 38 ثانيه. فصراحه في حته الوقت طبعا الزيت يكسب. ننقل بقى على الطعم والقرمشه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه جدا، مش حاسه ان هي معموله من غير زيت خالص الصراحه، بس نوع البطاطس ده تحديدا حاسه ان هو حلو، ان هو رفيع، فسهل فعلا انه يكون متحمر بسهوله. مش عارفه لو البطاطس كانت اتخن كانت عامله ازاي. معموله في الفرن زي ما انتم شايفين كده طريه شويتين ثلاثه، ف ربنا يستر. القرمشه في الضياع حرفيا. عارفين البطاطس اللي مامتكم بتعملها ما تكونش متحمره قوي؟ هي دي، يعني هي استوت ولكنها مش متحمره قوي، بس صراحه لو هتقعد وقت اكتر من كده يعني بوبت الغاز اغلى بكتير من ساعه المات. ننقل بقى على معشوقه الجماهير والبطاطس اللي في الزيت. سامعين؟ الاير فراير والزيت طعمهم قريب جدا لبعض، بس مفيش فرق ضخم، فاهمين قصدي؟ خصوصا في البطاطس الرفيعه دي مفيش فرق فعلا كبير ابدا في الطعم. القرمشه في الزيت وفي الاير فراير زي بعض، فبكده يكون الاير فراير فايز معانا في الجوله دي مع البطاطس بنص نقطه بس عن الزيت العادي. كان الفرق الاساسي ما بينهم هو انه الزيت مش صحي، بس غير كده الاير فراير تكسب. اوكي يا جماعه، ومعانا حكم خارجي علشان اي حكم خارجي علشان نشوف رايه هو كمان، وهيدوق ومش هقول له مين فين، وهنشوف هو هيعرفهم ولا لا. ده اير فراير؟ لا مش هقول، بعد ما تدوق كله وتقول خلاص قراراتك النهائيه عشان ما اقللش اختياراتك. زيت عادي؟ بدأت الفرن. يعني قولي بقى كده مين فين؟ الفرن. اوكي. وده زيت عادي. اوكي. ده الفرن. وده الفرن. طيب سؤال، مين أكتر واحدة حبيتها؟ دي أحلى واحدة فيهم؟ دي أكتر واحدة حبيتها؟ تعالى بقى أصدمك. دي الإير فراير اللي ب 2500 جنيه. لا إله إلا الله. ودي المات اللي ب 25 جنيه اللي معمولة في الفرن، ودي الزيت. فـ بس دي مقرمشة حلوة. دلوقتي حلو عشان تحلل فلوسها. عشان دي صراحه صدمني ان هو عجبته اكتر اللي هي البطاطس البيتي اللي مش مقرمشه قوي، فعجبته اكتر اللي في الفرن. يلا بينا على راوند 2 الجوله الثانيه ونشوف هل فعلا الفراخ هتقدر انها تستوي في الفرن او في الاير فراير زي الزيت وتتحمر من كل الاتجاهات بالبقسماط اللي عليها ولا لا، لان هيكون التحدي اصعب بكتير. يلا بينا على المطبخ وندوق. الدراع اللي بيقلب لما اجي اعمل الناجتس او البوفتيك او كده علشان ما يوقعش البقسماط من عليه، لان عاده واحنا حتى بنقلبهم في زيت مش بنقلبهم، يعني بنحطهم مش زي البطاطس. دي هظبطها على 15 دقيقه من الاول. يلا بينا. متحمسه جدا. لحظه الحقيقه، ودي من اقوى الاختبارات اللي تحصل لهم، لان الفراخ كرانشي وكريسبي شويه، فزي ما انتم شايفين
اول واحده الاير فراير شكلها يعني فاتح كده ومش متحمر كويس من بره كالون ولكنها كريسبي جدا. بالنسبه للفرن صراحه شكلها افضل من الاير فراير, اتحمصت اكتر بس برضو مش لون واحد يعني في حتت اغمق من حتت شويه. طبعا المعموله في الزيت الديب فراينج شكلها مش قادره اقول لكم تتاكل يوم يوم. بس اهم حاجه ان احنا عايزين نشوف القرمشه والطعم. بالنسبه للوقت عايزه اقول لكم ان الاير فراير اخذت فيها 20 دقيقه بالظبط, الفرن اخذت 28 دقيقه و20 ثانيه, في الزيت اخذت 6 دقائق و12 ثانيه بالظبط. وطبعا للوقت برضو الزيت يكسب ولكن يليه الاير فراير, واخر واحده خالص في الترتيب معانا وهي الفرن. الفرن لاحظت انه بياخد دايما وقت اكتر. نبتدي الاول بالاير فراير ونشوف اول واحده صحيه طعمها عامل ازاي وقرمشتها. نو واي, مستحيل. قرمشه زي ما سمعتوا قويه جدا, الفراخ مستويه حلو جدا, بصوا جدا يامي, دخان طالع يام يام. ندخل على اللي في الفرن. قرمشتها اقوى بكتير, مع ان شكلها من بره اغمق ولكن حاسه ان سوى اللي كانت في الاير فراير اظبط. شايفين دي يعني هي استوت بس لسه مزفلطه شويه, مش عارفه انتوا فاهمين قصدي, لان دي المفروض ان هي صدور فراخ فالمفروض ان هي لما تستوي تماما تكون من جوه ناشفه ما فيهاش اي لزوجه او اي حاجه, ولكن هي استوت يعني مش نيه بس مش افضل سوى. من بره بقرمشه اضعاف كمان اللي في الاير فراير. ندوق بقى اللي في الزيت. في الزيت طعمها ابشع واحده حرفيا. بصوا اصلا سواها عامل ازاي, انه زي مفتله كده, واول ما اكلت اوريدي طلع جوس كتير قوي كده في بقي. ده الزيت يعني, ما ابتديت بدور حسيت ان ده مش حاجه طبيعيه ان انا احس بكل الجوس ده في بقي. بصراحه في التشيكن تندر الاير فراير هتاخد معانا نقطه في الطعم, و في الفرن هتاخد معانا نقطه في القرمشه, لان صح قرمشتها كانت اقوى واحده, واللي في الزيت هتخسر في الاثنين بصراحه لانها سواء على ده او على ده دول اقوى منها, وده كان شيء صادم ليا. دلوقتي هنستعين بشادي ونشوف راي محلل تاني, بس قبلها هنخبط الاطباق. شادي دي ايه الفرق؟ دي في الفرن. هي اكتر واحده حبيتها اللي في الزيت. بتهزر؟ والله ما بهزر. اشمعنى؟ ده انا قرفت منها قوي, حسيت انها لزجه كده فيها اويل كتير. انت عارفه ان انا ميال للاكل اللي هو فيه, بس انت حسيت ان سواها كويس من جوه, ما حسيتش انها مفتله وبتشد اكتر من في الاير فراير. بس دي حلوه, حسيت اللي في الفرن ما عجبتنيش خالص. يلا بينا على البوفتيك. ودلوقتي جت اكتر لحظه انا متحمسه لها وهي البوفتيك. البوفتيك كان بالظبط نفس الطريقه بتاعه الناجتس, عشان كده ما صورتش علشان ما ناخدش وقت اكتر. وفي الاير فراير اخد 20 دقيقه بالظبط, الفرن اخد 30 دقيقه و18 ثانيه, في الزيت اخد 7 دقائق و20 ثانيه. فطبعا طول الجولات الزيت هو المكتسح في الوقت لانه اقل وقت فيهم. بس يلا خلونا ندخل على الطعم والقرمشه. اول واحده الاير فراير, بصوا شكلها صراحه ما كنتش متخيله ان هي هتتحمص كده او هتتحمر كده من كل الاتجاهات, فصراحه متحمسه. مستويه تحفه. بصوا انا عايزه اوريكم ازاي ان الكريسب فاصلة عن البوفتيك, والكريسب كل حاجه متحمره كويس جدا, وطعمها يا جماعه يم يم, واللحمه زي ما بنقول الزبده. ندخل على في الفرن, وصراحه في الفرن شكلها اشهى لان من كل الاتجاهات حاساها متحمصه زي بعضها, ولكن من عند الاطراف كده ابتدت ان هي تتحرق. ف بسم الله الرحمن الرحيم. فرن الاطراف ناشفه والنص هو اللي لسه جوسي, خصوصا في اللحمه لو باين. بصوا الاطراف كده ابتدت ان هي تنشف مش زي القلب, بس طعمها حلو, ولكن اللحمه سواها مش عاجبني قوي زي الصح في اير فراير, ولكنها ستيل حلوه والقرمشه بتاعتها اقوى, بس بقت اقوى بطريقه تضايق شويه صح في البوفتيك يعني زياده شويه. ندخل على اللي شكلها مرهق اللي معموله في الزيت. ثلاثه يعني انا حاولت ان انا اعملهم بافضل صراحه سوا, ولكن الزيت تريكي شويه يعني ممكن بس 20 ثانيه ولا 10 ثواني
يفرقوا في حاله الاكل. فخلونا نشوف. انا حاسه ان هي ناشفه شويه فهحاول اكل من حته طريه عشان ما اظلمهاش. كده نشيل الحته دي كده اكل من هنا. سوى البوفتيك جوه حلو جدا، وزي ما انتم شايفين برضو الكريسب زي شبه اللي في الاير فراير، ان الكريسب فاصله عن اللحمه. فعلا القليه حلوه جدا، بس المشكله في البوفتيك ان الاطراف دي كده اغلبيتها ناشفه الصراحه، بسبب مش عارفه بقى التحمير ولا الزيت ولا ايه، وشكلها صراحه مش عاطفي قوي يعني. لو قدامي الاثنين اكيد هختار اكل دي الصراحه، دي حاساها انها مرهقه شويه. انا عرفت بالظبط هوصف لكم، ديفنتلي انا حبيتها في الاير فراير اكتر، لان الحته اللي في النص مديه طعم سواها شبه الستيك، عارفين باين انها لحمه لسه. فصراحه طعم قرمشه، الاير فراير تكسب. دي اتقرمش اكتر، ولكن قرمشتها ابتدت تبقى مزعجه شويه في الاكل، وابتديت ان انا مش حابه قوي سوى اللحمه اللي جوه، لان اللحمه ذات نفسها ابتدت ان هي تقرمش. شادي انا عن نفسي غالبا اتغديت. دي زيت زيت، دي فرفر، دي احلى واحده. دي ناشفه اول ما انا زيت، مش عارف هو ده احلى واحده. نبقى اجندتنا ونشوف درجتنا. وبعد ما خلصت كل الحسابات ثلاث جولات وصنفتهم، صراحه مصدومه من النتيجه اكتر منكم، لان انا كنت متخيله ان الزيت كده كده هيبقى احلى حاجه في الطعم، وممكن القرمشه كنت متخيله ان في الفرن هيكسب اكتر، بس قرمشه الفرن ازعجتني لانها بقت قويه لدرجه بتضايق شويه في بعض الحاجات. فده يا حلوين كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو بتحبوا النوع ده من الفيديوهات وحابين ان احنا نكمل في السلسله دي، يلا ادعمونا عشان الفيديو ده فعلا اخذ مني وقت وتحضير وتصوير وإدت، اكيد هياخد وقت كتير. فاستش اللايك الجميل، يلا نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك عشان تدعموني، واكتبوا لي تحت ايه الفكره الجديده حابين ان احنا نجربها. ولحد الفيديو الجاي توحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم، منكم هنا.